السلام عليكم، أهلا بالسادة المتابعين والزملاء. اليوم هنتكلم عن تطبيق مهم جدا من تطبيقات الاستشارة عن بعد. قليل جدا ما يستخدمه الباحثين عندنا في المنطقة العربية، ما مش نادر لما تلاقي بيبر أو بحث الزملاء شغالين على هذا التايتل، ألا وهو تطبيق الاستشارة عن بعد في مجال النفط والغاز. اتكلمنا كتير جدا عن المياه الجوفية، استخدامات الأراضي، اللاند يوز لاند كفر، الجراوند ووتر، كل دي أبلكيشنات كومن غالبية الباحثين العرب بيشتغلوا على المياه الجوفية، لأن دي ريليتد للمشاكل الموجودة في المنطقة العربية اللي هي بتقع في الأريد ريجن. استخدامات الأراضي واستخدامات برضه الوتر الأرضي ده مرتبط بالمياه الجوفية، بتلوث المياه الجوفية برضه، في شباب كتير، في زملاء كتير شغالين عليهم. التطبيق اللي هو برضه مرتبط بالانفيرومنتال بوليوشن، اللي هو بيسموه الاويل سبيل، الاويل سبيل او البقع الزيتيه. البقع الزيتيه دي هي المشكله البيئيه العالميه. انت كراجل في المنطقه العربيه عندك المشاكل دي موجوده، بس ما فيش باحثين كتير شغالين عليها. الاويل سبيل موجوده كتير جدا في الخليج العربي، لانه مكان بيتصدر منه كمية هائلة من النفط للعالم كله، فالسفن شايلة كمية نفط هائلة وبتطلع بره الخليج. أكبر مكان فيه تلوث هو الخليج العربي، بعديه في المرتبة التانية خليج المكسيك لو ناحية أمريكا هناك. طيب بقع الزيت ده هنا هي مشكلة كبيرة، أنت إزاي هتعمل لها ديتكشن، هتعمل لها تحديد، هتحددها إزاي، هتعمل لها مونيتورينج إزاي وهي على المية، لأن دي بتنتشر بسرعة، لأن فيها أمواج في البحر بيتحركها وبتاخدها في الديستريبيوشن بتاعها، الجيوغرافيك ديستريبيوشن بتاعها بيكون عالي جدا، فانت لازم تكون سريع جدا تجيب الصور الريال تايم ايمج بالذات الرادار، وبتبتدي يروح على المنطقه وبتشوف حركه الموج الاول. يبقى انت عندك لما تشتغل على البقعه الزيتيه او الاول سبيل بتشتغل على حاجتين، الدايركشن بتاع الموج، الدايركشن بتاع الويند، والبقعه الزيت. نمسك اول بقعه الزيت الاول، انت هتحددها ازاي؟ الكومن، في ناس كتيرة كانت بتقول لك في البداية، في بداية الابلكيشن ده بيقول لك اشتغل على الرادار سيت، اشتغل مثلا على دلوقتي عندنا السنتينل 1. هذا الرادار مهم جدا، لان الانتوك بتاعته بتخبط في الزيت وبيحصل لها دامج، بيحصل لها حاجة زي المرر، حاجة بتديك كونتراست ما بين الاويل والميه، يعني بتنزل على الميه وما بترتدش خالص، وبتنزل على الاويل وبتعمل لك بقعه سوده في الميه. البقعه السوده دي ناس كتيره جدا بتعرف عليها، بتقول لك دي بقعه نفط او بقعه زيت، لان النفط بعد فتره بيحصل ان اللايت اليمنتس العناصر الخفيفه بتطير وتبقى الاسفلتيشن، تفضل بقعه زيت بعد فتره، بعد اسبوع اسبوعين تحول اسفلت، قطعه من الاسفلت، قطعه من عجين الاسفلت الاسود بتبقى طايره في الميه. طب انت في الصوره الرادارية دي انت محتاج تجيب صورتين، صوره قبل الحدث وصوره بعد الحدث. في سفينه اتحرقت، في سفينه مثلا حصل فيها حريق، في سفينه مثلا حصل لها ليكنج، التانك بتاعها حصل له كسر شرخ وابتدى يتسرب في ميه الخليج او فوق العربيه مثلا خليج تكساس. طيب ده بسبب بيعمل ايه؟ بيعمل دمار هائل في المنطقه البحريه الموجوده. طيب بتجيب المرئيات الفضائيه اللي زي دايما السنترال 1 بفري من الايسا، او تجيب الرادار سات الكندي، تجيب الصور دي زي ما قلنا قبل الحادث وبعد الحادث مباشره، وتبدا في رصد امتدادات البقعه الزيتيه دهيا واتجاه حركتها. انت محتاج انك تعمل او تعرف اتجاهات الرياح في المنطقه زي ما قلنا، وعشان ترصد البقعه دهيا لازم تميز ويكون عندك فكره وفهم التفاعل انتراكشن بتوين الكترو ماجنتيك ويفز بتاعت الاوبتيكال بتاعت الشمس، وال اللي بيسموها اللي هي المايكروويف اللي هي بتاعت الرادار بتنزل على وقت الزيت. الانتراكشن ده لازم يكون انت فاهمه كويس جدا. في بعض الدراسات وبعض الالجوريزمات الجديده طلعت ممكن تشتغل بالاوبتيكال، يعني ممكن تجيب صوره مثلا موديس وتشتغل عليها، ممكن تحددها من خلال الاوبتيكال داتا، ولكن انا بفضل الافضل انك تشتغل على الرادار داتا. طيب هتلاحظ في المرئيه ده هي البقعه هي لازم تتحددها وتحدد حجمها، تحدد الامتداد الجغرافي بتاعها، بتاخد الصورتين زي ما قلنا وبتروح على سناب فري سوفت وير بتاع الايسا، وتدخل الصورتين وتعمل
مفيش اتموسفيرك كوركشن، في جيومتريك كوركشن. تعمل جيومتريك كوركشن للصورتين، لازم يكون جيومتريك كوركشن فيري اكيوريت، لان انت ده لازم تحدد الامتدادات الجغرافي بالتحديد بالدقه العاليه. بتاخد الصورتين وبتعمل جيومتريك كوركشن للصورتين، وبعد كده بتبتدي تشوف الديسيبل بتاعت بقعه الزيت كم قيمه الديسيبل. عاده قيمه الديسيبل بتكون ماينس 23 ماينس 25، بتروح على المنطقة اللي هي مثلا المية العادية اللي هي نقية ما فيهاش بقعة الزيت، بتلاقي مثلا ناقص 10، ممكن تلاقي بوزيتيف 5. يبقى فرق شاسع ما بين السالب 23 سالب 25 اللي هو الديسيبل بتاعة بقعة الزيت، والسالب 10 هي المنطقة اللي بعيدة شوية عن الزيت، والبعيدة خالص جدا ما فيهاش زيت بتبقى بالبوزيتيف ديسيبل. طيب هتلاقي قيمة الديسيبل لو انت بتمسك الماوس وتحرك على بقعة الزيت في السناب انفايرومنت، بتلاقيها سالب 23 سالب 25. دي انت تعرف، بتروح بتكتب جملة صغيرة في السوفت وير وبتحدد حاجة اسمها threshold. threshold value اللي هي عندنا هنا بتكون انت بتجمعها، بتبقى سالب 23، بتقول كل ما هو اكبر من 20 ده بيعتبره بقعة زيت، وأقل من سالب 23 هعتبره ده هو اللي هو بقعة الزيت. سالب 23 فما فوق فما أقل بقى، لأن هيبقى سالب 23 سالب 25، فالقيمة ده اللي التريشولد. يبقى أنت بتخلي التريشولد بتاعتك عليه من بين ال 23 وبين السالب 10، بين السالب 23 والسالب 10، وبتكتب السكريبت بتاعك ان هو كل ما هو اقل من سالب 10 ديسيبل هو ده وقت الزيت، وبدأ بتعمل ران للالجوريزم يروح محدد لك وقت الزيت. ممكن حتى وقت الزيت ده انت تعمل لها كلاسيفيكيشن، المنطقه اللي فيها زيت عالي كثيف ممكن في الزيت فيها بيقل في تركيز الزيت. كل ده بيبان في الصوره بتاعه الساتلايت ايمج بعد ما نعملها بروسيس في السناب بتاع الليسا. طب انت دلوقتي لو انت عايز تشوف، بتعمل كروس سيكشن في بقعة الزيت ده هنا، بتشوف الاختلاف في ما بين المية اللي هي ما فيهاش زيت وبقعة الزيت، بتعمل في زيت. انت خلاص كده عملت البروسيس بتاعك وانتهى الموضوع. يبقى ده هي اول ابلكيشن، هو الاويل سبيل ابلكيشن يوزنج ريموت سينسنج، الرادار سات او السنتينل 1. لو هتشغل الرادار سات افضل، الرادار سات افضل من السنتينل 1. الرادار سات بتاع كندا بتاخد السوفت وير، ما تروحش على السناب، بتاخد السوفت وير اللي هو البي سي اي جيوماتيكا، ده بتاع كندا الاخر. يبقى الرادار سات بتاع كندا والبي سي اي جيوماتيكا بتاع كندا، وانا بفضل انك تشغل على الرادار سات، بس غالي شويه. لو انت معاك فلوس اوكي، معاكش فلوس تفضل سيتك روح على الايسا، الداتا بتاعت ايسا والسوفت وير بتاع ايسا، وابتدي اشتغل. والالجوريزم بسيط جدا، وتحط حدد الثريشولد لو اتفقنا ان الديسيبل اكون اقل من 23 بقعة زيت، اعلى من 23 وانت طالع بتبقى بالبوزيتيف، ما فيش زيت خالص بالبوزيتيف الديسيبل. خلاص انت حددت بقعة الزيت، عرفت امتدادها، عملت الاريا بتاعتها التوتال اريا بتاعتها، وخلاص خلصت الموضوع. ده الابلكيشن بتاع الاول سبيل في مجال الروموسيسنج يوزنج رادار سات. ممكن في الاوبتيكال داتا تاخد اللاندسات لو ده موديس، ونفس الالجوريزم برضه نفس الطريقه، بتعمل تشوف الدي ان فاليو في بقعه الزيت اللي بتكون عاده بتكون دارك وباينه، في الفيجوال انتربريتيشن بتكون باينه، وبتعمل الالجوريزم برضه بالطريقه. في الجوريزم موجود، في البي سي جيوماتيكا موجود برضو للاوبتيكال داتا. طيب في بقعة زيت ممكن تلاقيها بقى في مكان تاني بره على البر. بره على البر دي في حاجتين احتمالين عندك سيادتك، عندك واحد بقعة الزيت اللي في البر دي بتمشي بتعمل رومنج بالستلايت ايمج، بتلاقي بقعة الزيت دي فرشة في الصحراء، فرشة في الكثبان الرملية، فرشة في المنطقة الصحراوية دهيا. دي انديكيشن لحاجتين، دي احتمال يكون بايب لاين في المنطقه ضرب الكسر فالزيت فرشح وفرش في المنطقه وعمل الاويل سبيل وبنت في الصحراء الاويل سبيل. الاويل سبيل ده انت سيادتك بقى او شركه النفط عندها البايب لاين ماشي في المنطقه دي، هتقول لك البايب لاين بتاعها ضرب في المنطقه دي، فانت بتروح تاخد العربيه بتاعتك وتحددها، حدد شوف بقعه الزيت ضربت، بتجيب ساتلايت ايمج
وواخده امتداد جغرافي كبير، بتستك بتروح تحددها وتاخد صورة برضو الرادار، نفس اللي عملته في الرادار هتعمله في المية هتعمله في البر، نفس الكلام على الاوبتيكال داتا ممكن، على الرادار على السير داتا ممكن سيادتك تشتغل عليه. ممكن مش هيكون بايب لاين ضرب، ممكن يكون خزان نفط تراب في بطن الارض وما فيش حد اكتشفه، ولم يكتشف بعد في شركات بترول وصلت له، وفي صدع ضرب المنطقة او في زلزال ضرب المنطقة فعمل صدع، والخزان النفط ده هو او التراب او المصيدة البترولية اتكسرت فعادت تتسرب في الصحراء وفرشت في الصحراء. بعد فترة يا شباب بتتحول اللايت اليمنتس اللي هي العناصر الخفيفة في النفط بتطير، وتبقى الهيفي اليمنتس اللي هو الاسفلت، فهتلاقي الصحراء كلها اسفلت، برك القار، برك الاسفلت موجودة وفرش الصحراء. انت سيادتك دلوقتي بتعمل استيميشن برضه بالستلايت داتا سواء اوبتيكال سواء رادار، وانا بفضل الرادار داتا لان الرادار الويفز بتاعت الرادار بتتعامل مع بقعة الزيت افضل، الكونتراست بتوين اول سبيل اند لاند بتكون واضحة جدا في صورة الرادار، هتسهلها عليك. ده الابلكيشن بكل بساطه بتاع الريموت سنسنج في مجال النفط في مجال الاويل اند جاز. ممكن يحصل البايب لاين ما يكونش اويل، ممكن البايب لاين يكون جاز، طب هتعمل ايه في الحاله دي؟ في ابلكيشن مهم جدا ان انت بترصد تسريبات الغاز، بترصد تسريبات الغاز انك انت بتجيب صوره وتشوف التغيرات في، هي بالظبط نفس الابلكيشن بتاع الاير كواليتي، نفس الابلكيشن بتاع اللي بتشتغل على الاير كواليتي، هي بالظبط نفس الالجوريزمات نفس الصوره، ممكن تجيب المودس ممكن تجيب اي صوره تانية وتشوف الاير كواليتي في المنطقه ده هنا حوالين البايب لاين، خلي بالك حوالين البايب لاين بتشوف الغاز طالع من بتشوف الغاز طالع من البايب لاين ده وترصدها من خلال ساتلايت ايمج من خلال المودس 250 متر، وبتشوف الانومالي من خلال برضه نفس الالجوريزمات اللي بنستخدمها عشان احدد الاير كواليتي في المنطقه الصحراويه. ده بكل بساطه استخدامات المختلفه للاويل سبيل وانديكيشن للتلوث في البحر، بتروح بسرعه بترصدها وبتبتدي تعمل الالجوريزم بتاعك والشغل بتاعك بسيط، او خزان في الاوقات في البر. في حاجه مهمه جدا بقى، لو انت سيادتك كراجل جيولوجي مفيش الكلام ده، وانت كراجل جيولوجي الشركه قالت لك اتفضل استخدم الريموت سنسنج عشان نحدد الخزانات، او عايزين نعمل اكستنشن للحقل، حقل موجود مثلا في ابو ظبي مثلا، عايزين نعمل اكستنشن ليه، يعني عايزين ندور في الاماكن اللي حواليه في اماكن خزانات تانية حواليه. في هذه الحاله انت سيادتك بتشغل شغل تاني بقى، ما بتجيبش صوره رادار، بتبتدي تجيب جيوفيزيكال داتا، بتبتدي تجيب صورة جرافيتي، بتبتدي تجيب صورة جرافيتي أو صورة اريال بيسموها ايروماجنتيك، صورة الجرافيتي والايروماجنتيك دايما بيساعدوك انك تجيب الفولتس، تجيب الصدوع اللي في بطن الارض، تجيب الصدوع اللي هي موجودة على بعد مثلا 200 متر 300 متر 500 متر. حددت الصدوع بتبتدي تعرف اماكن التراب، اماكن موجود ممكن الاقي فيها التراب بتاعت الاويل، ممكن الاقي فيها مصيدة البترول في هذه المنطقة. يبقى انت كراجل جيولوجي حددت الصدوع، بتروح تبصيها للراجل بتاع الجيوفيزيكال سيرفي، الجيوفيزيكال سيرفي بياخد الخريطه اللي انت طلعت منها الصدوع من خلال الروماجنتيك ماب او من خلال الجرافيتي داتا، وتروح سيادتك بيحدد الجي بي اس كذا نقطه او في المنطقه دي، وبياخدوا السايزميك الشوتنج السايزميك داتا. يبقى هنا زي بالظبط ما بتستكشف على المياه الجوفيه، انت هنا بتستكشف على النفط. في النفط هنا انت بتستخدم بارامترز اقل، في المياه الجوفيه بنستخدم بارامترز كتيره لان المياه الجوفيه بنشوف الانديكيشن الريفرس وحركه الماء بتبقى باينه بتاعت الامطار، فالشغل بتاع المياه الجوفيه بتستخدم بارامترز كتيره وبتستخدم فاكتورز كتيره في حاله الاستكشاف البريدكشن بتاع الاويل غير البريدكشن بتاع الووتر الجراوند ووتر.
في البرودكشن بتاع الاويل انا بستخدم اللوسولوجي، بستخدم الصخور، بستخدم الصدوع، بستخدم استراكشر جيولوجي اكتر حاجه. نمبر 1 عامل رقم 1 هو الاستراكشر جيولوجي، وبالذات التحديد الطيه المحدبه والصدوع. طب هتجيبهم ازاي دول؟ هجيبهم من خلال 1 الايروماجنتيك داتا، لو منطقه كبيره جدا بقى عايز اخدها اروح هاخد ايروماجنتيك داتا، هاخد الجرافيتي داتا وابتدي ابدا عنها بروسيس بالفلترنج واطلع في الصدوع. الصدوع دي بقى الصدع بيوصل ل 5 كيلو 6 كيلو 20 كيلو، وابتدي احدد المنطقه دي. في المرحله الثانيه بتروح تبص الكلام ده للجيوفيزيكال ديبارتمنت او قسم الجيوفيزيكال، بياخدوا العربات الضخمه بتاعتهم في الصحراء، ما يقدرش ياخد اللي هو الالكتريك ريزيستيفيتي لان ده مش هيعمل حاجه، انت هيتوه في الصحراء. بياخدوا العربيه بتاعته، عربيه ضخمه جدا، بيمشي بيها في الصحراء، بيعمل شوتنج. الشوتنج ده يعني بيجيب ويعمل جيب كده ويروح زي حاجه هيفي، حاجه دبابه ماشيه، وتروح شايلها لفوق وتروح عمود ويروح نازل على الارض عامل دبه كبيره على الارض زي زلزال. والجوفون او السماعات مدفونه في الارض في المنطقه، ترصد الويفز اللي نزلت في باطن الارض نتيجه الرزعه، نتيجه الزلزال الصناعي اللي انت عملته برزعه عربيه، رزعت صخره كبيره في المنطقه، فبتعمل هز في الصخور، بتعمل ويفز في الصخور بيسموها السايزميك ويفز. في سماعات مدفونه في المنطقه دي كتيره جدا، فوق ال 2000 سماعه تلقط ومتوصله مع عربيه، والعربيه دايما بترصد الويفز زي الويفز بتاعت القلب كده، بتاعت نبضات القلب، بتطلع بتحدد منها الصدوع وبيقارنها بالصدوع بتاعت اللي هو طلعها من ماجنتيك وطلعها من جرافيتي داتا، ويبتدوا يحددوا الترابس الموجوده ده هنا. المرحله اللي بعد كده يبتدي يساتك الدريلنج، ابريسا استكشاف، هنحفر هنا بير، هنحفر هنا بير عشان نحدد الاماكن الموجود فيها احتمالية وجود فيها نفط، ويدينا انفورميشن عن اللوسولوجي الموجوده في المنطقه، عن الطبقات في الصف السيرفس، وشوف التريسز بتاعت الاويل، الشح اللي هو الشحوح او الحاجات الصغيره جدا، ريحه الصخور، التريسز بتاعت الاويل موجوده في المنطقه دي ومش موجوده. كل الانفورميشن دي محتاجه فلوس، محتاجه شغل، محتاجه فنيين، محتاجه مهندسين، محتاجه ريموت سنسنج في البدايه. اول ستيب في الاويل اكسبلوريشن بعيد بقى عن اويل سبيل هو الايروماجنتيك داتا، و انا بفضل الجرافيتي داتا افضل، بتجيب الصدوع بكل سهوله. الايروماجنتيك داتا ممكن اسمها في المعادن، هنتكلم على ابلكيشن المعادن ان شاء الله في الحلقه القادمه. ده بكل بساطه ممكن ساتك الاويل سبيل ده في البحر ده ما يكونش انديكيشن لتسرب تانك، ما يكونش انديكيشن لتسرب نفط من باخره، ما يكونش مثلا، لا ده ممكن يكون بترول في قاع البحر حصل له كسر، خزان لم يكتشف زي القارة زي ما قلنا على البر، ولم يكتشف وسرب النفط، أو نفط على الساحل وحصل له كسر وابتدى يتسرب في البحر. فالأويل سبيل دي مش نتيجة كسر في تانك باخرة، الأويل سبيل دي مش سبب مثلا، أو مش جاية نتيجة مثلا حريق في باخرة، لا ده جاي نتيجة وجود كسر في خزان النفط الموجود في باطن الأرض. ده برضو انديكيشن ودليل على ان المنطقة دي فيها نفط عالي، وتبتدي تجيب الشركات وتحفر عشان تطلعها. هو سهلها التسريب ده، هو سهل الشغل بتاع الجيوفيزيكال سيرفي، ان خلاص هبتدي بكل بساطة هبتدي احدد الاماكن وابتدي ارسم خريطة بسيطة وابتدي احفر واطلع البترول. ساعدتني زلزال في المنطقة، ضرب المنطقة وكسر خزان النفط الموجود في بطن الارض اللي هو لم يكتشف بعد، وطفح وغرق الدنيا، غرق في الصحراء مثلا، او غرق في زي بحر الشمال مثلا، بحر غالبيه نفط بحر الشمال عند النرويج كله في الاوف شور، كله في البحر، في البحر الشمال. نفس الكلام في الخليج العربي، في حقول كتيره جدا موجوده في الميه في الخليج العربي في الاوف شور. لو كسر نتيجه زلزال في المنطقه وزلازل كتير تحت الصحراء، هيبتدي يسرب النفط من بطن الارض ويغرق منطقه الخليج كلها. الناس تبص مفيش تانك ماشي في المنطقه، مفيش مثلا حريق ضرب في باخره، اوكي خلاص على طول بسرعه في
خزان نفط في المنطقة دي، ابتدي نزل بريمة، ابتدي نزل الدرج بتاعتك واعمل المنصة بتاعتك وابتدي احفر وطلع النفط. ده الخلاصة بتاعت الريموت سينسينج، ان انت الريموت سينسينج بتعمل كفرج منطقة كبيرة جدا، بتشوف حاجات كتيرة جدا الجيولوجيا على الارض مش شايفها. يبقى اول ستيب في الاويل اكسبلوريشن هو الريموت سينسينج، انك تاخد الماب وتطلع بعض الفيتشرز عشان تروح عليها بالشوتينج بالعربية اللي بتعمل سايزميك ويفز وبتبتدي تحدد الأماكن ده. هي دي بكل بساطة استخدامات أو الأبليكيشن بتاع الأويل الريموسيسك في الأويل أند جاز أبليكيشن. ده الخلاصة بتاعة الموضوع بتاع هذا التطبيق. أعتقد ما عنديش إضافة كتير، هي كفاية. هو ده كل الموضوع بتاعها، في أي مكان في العالم مش هيستخدم غير اللي إحنا بنقوله ده كرجل بتاع ريموت سينسينج. إلى هنا نتوقف، أرجو أن تكون هذه الحلقة واضحة بسيطة very simple. إلى هنا نتوقف، السلام عليكم. وفي أسئلة لو سمحت اكتبوا في التعليقات تحت، لقيت وقتها إن شاء الله برد عليه. السلام عليكم.